هذه الفرصة الذهبية للمجتمع الدولي ليدل رغبة سياسية أن يساعد الشعب السوري رغم عدم تقدم في المباحثات السياسية. أكيد هذا المؤتمر ليس بديل لهذا المؤتمر لهذه المباحثات السياسية، لكن الالتزامات من السنة الماضية وصلنا 50% الأهداف أهداف التبرعات، وفي هذه السنة نريد أن نصل أكثر من هذه الأهداف، مثل ما قلتي 7.7 مليار دولار هذا الهدف الرئيسي للحاجة الإنسانية، لكن إضافة مليار دولار أمريكي للبلدان المجاورة والحكومات في هذه البلدان. هنا طبعا السؤال سيد إدوان، هناك دول تستضيف اللاجئين منها الأردن ولبنان، والتي قالت بأنه إن لم يتم تقديم المساعدة لها بأن هناك كارثة إنسانية ستحدث، هل فعلا سيتم الإيفاء بالالتزامات وتقديم كل الدعم لهذه الدول؟ في طريقين عبرها هذه الحكومات تستفيد من التبرعات من هذا المؤتمر. أولا عبر المنظمات والمؤسسات الإنسانية مثل الأمم المتحدة مثلا، وثانيا مباشرة من هذا المؤتمر إلى هذه الحكومات. ولا شك هذه الحكومات تتحمل حمل كبير مع كل اللاجئين والنازحين، ونستغرب كيف الأردن ولبنان رحبوا باللاجئين والنازحين السوريين. وعلينا أن نتذكر أن دول الخليج هي تبرعت كثيرا لهذه الدول، وبدون هذا الدعم هم لا ينجحوا. طب سيد إدوان، أيضا لندن وعدت وقالت بأنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من الأزمة السورية تصل قيمتها إلى نحو 1,700,000,000 دولار بحلول عام 2020. هل هناك ربما خطة جديدة من قبل لندن؟ هذا ليس خطة جديدة، لكن هذا مؤتمر ليس فقط مؤتمر مانحين للغايات الإنسانية، هذا أيضا مؤتمر عن كيف نستطيع أن نقوم بإعادة الإعمار الدولة بعد انتقال من نظام الأسد إلى نظام انتقالي. ونحتاج إلى هذا التخطيط، وهذا المليار هذا متخصص لهذا إعادة البناء. ولكن الجانب الإنساني ليس بمعزل عن الجانب السياسي كما تحدث سيد إدوان. الآن تم تعليق مفاوضات جنيف 3 حتى 25، حتى الآن لا توجد بوادر ربما لحل سياسي كما تحدثت وقلت بأن هناك خطة لإعادة الإعمار. كيف سيتم تنفيذ هذه الخطة في ظل الآن لا توجد أي بوادر سياسية لحل الأزمة؟ لا شك عندك حق، علينا أن نقوم بهذه المباحثات مباشرة بين كل الأطراف. تسوية هذا الصراع تعتمد ليس على القوة العسكرية، لكن المباحثات والدبلوماسية. بدون هذا المسار السياسي لا يوجد أي أمل تحسين الوضع، لكن هذا لا يعني أن نقف عملياتنا لمساعدة الشعب السوري الذين لديهم حاجة ماسة. طيب هناك يقول بأن فعلا الدعم المالي والمادي مهم جدا للاجئين السوريين النازحين ودول الجوار، ولكن هناك من يقول بأنه يجب بداية تطبيق ما يتم مطالبته الآن من قبل المعارضة ومن قبل أيضا الشعب السوري، هو وقف القصف حتى يتم إدخال المساعدات، حتى يتم ربما بدء المساعدات. نحث كل الأطراف خاصة الروس، خاصة نظام الأسد، ليعودوا إلى طاولة المفاوضات ويقوم بترتيبات بناء ثقة.
وواحد من هذه الترتيبات الرئيسية لابد تكون وقف النار وهدنة في مناطق معينة. وحتى الآن الدليل هذا محسن، لكن الدليل يشير إلى زيادة الغارات وزيادة العملية العسكرية على أيدي الروس ونظام الأسد على مواقع، ليس مواقع داعش لكن مواقع المعارضة المعتدلة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الخارجية البريطانية إدوان سامويل على هذه المشاركة. شكرا جزيلا لك.